والمحب والمحسنين. طيب اقرا اللي بعدها. والذين اذا فعلوا فاحشه الايه اللي بعدها او ظلموا انفسهم ذكروا الله ها فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله ولم يصروا ولم يصروا على ما فعلوا. ما خلاص ما هو مره اخطا ومره ثانيه اخطا ومره قال لك ما اصر من استغفر من الذنب ولو عاد اليه 100 مره. ما اصر بمعنى من استغفر يعني ولم يصروا على ما فعلوا يعني ايه قال لك الاصرار ها الواحد مع توبه يعني الله يرضى عليه يعني ما اصر من استغفر ها ولو عاد اليه 100 مره طالما انه يستغفر يبقى مش مصر. ليس هذا استهزاء بالله لا 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 بالعكس يعني. لا شو هو يعني يتوب ويفعل يتوب ويصنع ما هو يتوب وهو نيته ان يتوب لاخر مره خلاص انا مش عارف خلاص قهرته نزواته ضلاله البيئه المحيطه الرفقه السيئه الى اخره سبحان الله هو مش قاتل 99 واكمل بال100 وبعدين قال يا ابن الحلال روح ارض ثانيه وبدل الارض لابد شرط التركيز على النيه في عدم العوده اليه مره اخرى ويعلم الله صدق نيته يقول في كل مره يقول علم عبدي ان له ربا يغفر الذنوب اشهدكم اني قد غفرت له ثم يعود علم عبدي ان له ربا يغفر الذنوب اشهدكم اني قد غفرت له في مره اخر مره يقول ايه علم عبدي ان له ربا يغفر الذنوب ولا غافر للذنب او للذنوب الا انا اشهدكم اني قد غفرت له وتبت عليه فلن يعود الى هذا الذنب مره اخرى ثم تاب عليهم ليتوب ثم تاب عليهم يروح يغلق المحبس بتاع الايه المعصيه خلاص يغلق في وجهه باب المعصيه حتى وان سار نحوها يغلقها في وجهه بس يقول لا خلاص من ذهب منهم عاصيا ناديته من قريب الى اين تذهب اوجدت ربا غيري ام وجدت رحيما سواي راح فين تعالى هنا لأنه سبحان الله قالوا علماءنا الله يرضى عنهم ويرحم من مات منه قالوا لنا ايه المؤمن لا يقع وان وقع وجد متكئا وهي رحمة الله ونعم بالله هو لا يقع حتى ان وقع اي وقع ما يتسخ يتغسل سبحان الله والذين اذا فعلوا فاحشة يعني انا امشي مع فضيلتكم بالطريقة الاكاديمية اود وضع نقاط توصلنا الى الجنة والكاظمين الغيظ والعافين الناس والله يحب المحسنين والذين اذا فعلوا فاحشة التائبين المستغفرين من الذنوب تمام التوبة من الذنب ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون اذا نضع عدم الاصرار على المعصية شر فكرة يعني شوف انظر الى العاصي ها على انه مريض اذا نظرنا له انه مريض المريض عندما اعطيه الدواء كيف اعطيه الدواء بس انا عايز اعطي الولد عنده 4 سنوات الدواء مر كيف اعطيه احيده ودلله عشوائي وهديله بعدين نقدم له نضطب عليه ولا او موت مش عارف لعبه ايه وده هكذا المذنب ليه لانه يرى المعصيه حياته المعصيه يعني ابراهيم بن ادهم قاعد كده طالع يسرق البيت هو كان الاول قبل يعني في ايام الذين هو ذا فعلوا فاحشه سبحان الله فمن كرم الله صاحب البيت يقوم الليل ألم يأن للذين امنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق قال قد آن يا رب يا سلام وقعت الكلمه في مقتل سلام. او وقعت الكلمه في موضعها يا سلام بس الم يأن لا خلاص نزل صار ابراهيم سبحان الله فهي القضيه ايه ربما فتح لك باب العمل واغلق عليك باب القبول وربما اتاك بالذنب لتتوب فكان سببا للوصول ولولا ان يخلل الله بين العبد وبين العجب لما جعله يقترف ذنبا فخلى بينه احيانا للذنب حتى يخف ما عنده من عجب حتى يذل الى الله رب العالمين. يا سلام من باب ايه انه الرب المربي انه الرب المربي سبحان الله اتركوا يقول يلا يعني سبحان الله لو لم تذنبوا ثم تستغفرون لا ذهب الله بكم واتى بقوم يذنبون ثم يستغفرون هي كده والعبد رجاع العبد المؤمن رجاع الى الله نعم فمدام خلاص رجع سبحان الله العظيم خرج من الذنب كام ولدته امه ما في مشكله بفضل الله ولذلك في مقومات لمساله العوده دايما ايه الصحبه الصالحه مهمه البيئه اللي موجود فيها لازم اذا كانت طبيعه العمل تحتم على المسلم هذا السلوك
المتدني مثلا. لا لا، العمل الذي يجعل يعني يعمل في كازينو، يعمل في فندق، لا لا هو لا يعمل، شو هو يعمل في قهوة مثلا، لا لا لا، يقول لنفسه لو جاء عبد الله بن عمر أيأذن له عمر أبوه أن يعمل في هذا المكان؟ لا بس يعني لو جاء محمد بن أبي بكر هل أبوه أبو بكر يرضى له هذا المكان؟ لكنه هذا عمر وهذا أبو بكر، معليش هم قدوتنا، هذا ابن فلان لا لا معليش هم قدوتنا وأسوتنا ونحن على الدرب سائرون. الضغط الحياتي يعني هذه مشكلة اجتماعية كما تعودنا أن نهبط للواقع دائما، يجعل يشكل ضغطا على الإنسان أن يجعل في أن يعمل في أي عمل، يعني ربما يضطر للعمل في مكان مثلا إذا إذا لا يوائم الشريعة. إذا كان هذا رزقه من حرام، هل يدرك أنه لو انتظر وتاب سوف يرزق بنفس المبلغ بس من باب الحلال؟ ها؟ سبحان الله. مش قلنا من قبل أن اللص لو لم يسرق لجاءه هذا المبلغ حلالا لقواعد. سبحان الله. وما يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. إن الله احنا قلنا أين المخرج أول؟ لا 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 لا، اتق الله أولا، ازرع الشجرة ثم خذ الثمرة. مش حد يأخذ الثمرة. لا لا، ما فيش مضمن. لا، الضمان عند الله، الضمان هو الله، الضمان والذين يؤمنون بالغيب. بالغيب عبد الرحمن بن عوف والله لقد دعا لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم بارك لعبد الرحمن في صفقة يمينه، والله لو رفعت حجرا لكان عندي من اليقين أن أجد تحته دينارا من الذهب، ولو أمسكت التراب لصارت إبرا بفضل الله. من العمل، من التجارة، بس عنده يقين، عنده يقين. هذا ما ينقص لك إيه؟